ست نجوى، مجلة كان ماجازين، مجلة المرأة والجمال وحياة النجوم والشهرة، وهي المجلة الأولى من نوعها بأمريكا التي تجمع بين نجوم هوليود ونجوم العرب in USA. أتمنى أنه فعلا مثل ما تعودت السيدة العربية تكون هي رمز للأناقة، أكيد وكون أنا كست عربية بحمل هالصفة لكل الناس. أكيد احنا بنحبك وبنحب طلعتك على كل شكرا. أنواعها. النجوى الفنانة اللبنانية الجميلة والراقية والحلوة دايما بطلتها، وتطلع صورتها دايما صورة كاملة. كيف أو شو هي النصيحة اللي بتقدميها للعنصر النسائي عبر مجلتنا كان ماجازين للحفاظ على رشاقتهم وجمالهم؟ أهم شيء الرياضة البدنية، السبور. لو كانت الست تتحلى بالجمال وما بتتحلى بالرشاقة، بتضلها هي بينها وبين حالها على المراية عندها نوع من النقص مزبوط. وغير الاكتفاء، ما عندها اكتفاء ذاتي. فمنشان هيك بقول لما أنت تشوفي حالك على المراية جميلة، كل الناس بشوفك حلوة، وبالنهاية انعكاس الصورة الداخلية هي الأهم. لما بتكون الإنسانة جميلة بأخلاقها وبتصرفاتها مع الناس وبلطفتها، بفتكر كمان هيدي نوع من الجمال الكبير يلي كتار ما بيعرفوه. بيفتكروا إنه بس إذا وحدة تزينت بالمكياج ولبست الحلو، هيدي اللي لازم تكون حلوة. مش أساس. اللؤم يظهر ويشنع الفستان، مظبوط اللؤم يظهر بشنع المكياج، اللؤم يظهر مظبوط. وتبدو. لو كانت جميلة الجمالات تبدو بشعة، لأنه المحبة تزيدك نور وبتعطيك إطلالة مش كتار بيقدروا يتحلوا فيها. مظبوط. ست نجوى بشكرك على وقتك شكرا لك وإحنا فخورين فيك. بشكرك مرة تانية على حضورك وقبولك دعوتنا لهذا حبيبتي الحوار الجميل. حبيبتي، إن شاء الله يكون كل شيء حلو، وإن شاء الله يا رب نقدر بصدق، مثل ما بصلي قبل ما أطلع على المسرح بقول يا رب تعطيني الصدق وتعطيني الضمير لحتى أعطي الناس من كل قلبي، فكر إنه جاي يفرح الناس وأعطي من ذاتي إلهم. وما في أمتع من إنه الإنسان يعطي من ذاته، لأنه اللي بيعطي من ذاته بيوجده. باسمي مها بشاشي من كائن ماجازين بحب أشكرك مرة تانية. شو بتحبي تقولي لنا؟ أنا كمان كان ماجازين بلكن بالتوفيق باستمرارية دايمة يا رب. شكرا ست نجوى، أهلا وسهلا. أهلا فيك.